أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العالم الجديد، ونقرأ منها مقالا بعنوان لماذا قانون العفو العام ضرورة، للكاتب سلام مكي. يقول فيه لماذا يجب على مجلس النواب العراقي إقرار قانون العفو العام قبل غيره من القوانين؟ هل لأنه ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية؟ هل لأنه يرضي نخبا سياسية معينة تمثل مكونا من مكونات البلد؟ الحديث عن قانون العفو العام طويل جدا، ويحتاج إلى مقالات عديدة لكي تتم الإحاطة بجوانبه المتعددة والمعقدة. فهو قانون له أبعاد سياسية، إنسانية، قانونية، مجتمعية، وهو قانون أثار جدلا واختلافا لم يثره قانون آخر عدا الدستور. فبسببه تشكل فريقان، الأول داعم وبشدة لإقراره ويقدم التبريرات التي تدعم موقفه، والثاني رافض وبشدة أكبر وهو أيضا يقدم التبريرات لرفضه. نتابع. إن مفهوم العفو العام ينصرف إلى إطلاق سراح محكومين تمت إدانتهم وفق أحكام قضائية باتة جراء ما ارتكبوه من أفعال، لكن في الحقيقة إن الكثير من الخفايا والتفاصيل يتم صرف النظر عنها لأسباب سياسية. فهناك محكومون أبرياء نالتهم يد الغدر فكانوا ضحية اليمين الكاذبة، وآخرون ضحية للمخبر السري، وآخرون ضحية التعذيب والانتهاكات. إن قانون العفو العام ليس عاماً بالمعنى المطلق، فهو مقيد بشروط الغرض منها تحقيق التوازن بين مصلحة الجاني ومصلحة المجني عليه، إضافة إلى مصلحة الدولة العليا. فالدولة عندما تقرر تشريع قانون للعفو العام فإنها تتنازل عن الحق العام، أما الحق الخاص فهو حق خاص للمجني عليه، فلا يمكن للدولة أن تتنازل عنه. لهذا فإن من يدعي أن قانون العفو العام يمثل تعدياً على دماء الضحايا وأنه سيطلق سراح القتلة، فإن هذا القول مردود، لأن بإمكان ذوي المجني عليه عدم التنازل عن الحق الشخصي. أما المتهمون بالإرهاب وهو أساس الخلاف في القانون، فإن هناك الكثير من المحكومين حكموا بالإعدام أو المؤبد بسبب أشايات المخبر السري وشهادة متهمين آخرين دون أن تثبت تلك الأقوال أو تسند بأدلة مادية، مما يعطي انطباعاً بأن الكثير من تلك الاعترافات انتزعت بالقوة والإكراه. إن قانون العفو العام يمثل ضرورة إنسانية بحتة، لا بد من وجود إنساني حقيقي صاحب إنسانية يتولى تشريع القانون أو إعادة طرحه من جديد على طاولة البرلمان. ولكن هل يوجد هذا الإنسان؟ إلى صحيفة الميثاق الوطني العراقي، ونقرأ فيها مقالاً بعنوان عقوبة الإعدام بين العدالة والتعسف، للكاتب جاسم الشمري. يقول فيه العدالة كلمة واسعة وشاملة لجميع معاني التوازن والمساواة في النظرة لجميع المواطنين، وهي تشمل كافة الحقوق المدنية والقانونية والإنسانية للمواطنين. وتطبيق العدالة من أبسط وأهم وأولى أو أولى واجبات الدولة تجاه الناس، وأبرز صور العدالة المساواة عند الاحتكام إلى القضاء وضمان المساواة خلال مراحل التحقيق وأمام المحاكم. والعدالة تقتضي منع جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومنع العنف وأعمال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة، ومنع أي انتهاكات يرتكبها المسؤولون في الدولة. وتحاول بعض الدول تطبيق قانون بطريقة تعسفية وإنزال أشد العقوبات على بعض الطوائف من السكان في مراحل غير واضحة المعالم، ويشوبها الكثير من الغبش، وهذا ما حصل في العراق بعد عام 2003. نتابع. عقوبة الإعدام في العراق صارت من العقوبات غير المنضبطة بقوة وبوضوح ضمن إطار القانون، ولهذا صرنا نسمع بحالات إعدام جماعية
وفردية ولأناس لا علاقة لهم بالإرهاب والتخريب، وقد اعتقلوا من الشوارع والمنازل واتهموا بالإرهاب وحكموا بالإعدام، حيث تداول ناشطون ومنظمات حقوقية قوائم بأسماء بعض الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام. ويضيف الكاتب أن منظمة آفاد الدولية تأكدت بأن السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ حملة إعدامات بالجملة، ويظهر جلياً من تدقيق القوائم أن المذكورين فيها هم من محافظات معينة ومن مكون واحد هو المكون السني. وتأكيداً للحالة السقيمة هذه في إجراءات التحقيق وصولاً لحكم الإعدام، أصدرت أكثر من 16 منظمة حقوقية عراقية وأجنبية بياناً شديداً اللهجة، بيّنت فيه أن المشهد الإنساني في العراق لا يبدو بخير مع استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، مع منع الاستعانة بالمحامين للدفاع عنه. إن تنفيذ عقوبات الإعدام يفترض أن تكون عبر آليات دقيقة وقانونية، لأننا نتحدث عن عقوبة لا يمكن تداركها، لأنها عقوبة فاصلة بين الحياة والموت والوجود والعدم والعدالة والظلم والبداية والنهاية. وإلى صحيفة المدى التي نشرت مقالاً بعنوان من للعراقيين العاملين في شركات النفط الأجنبية، للكاتب طالب عبد العزيز، يقول فيه: يبدو أن فقرات عقود جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع شركات النفطية الأجنبية لا تتضمن الكثير مما يجب أن توفره هذه الشركات لحماية العاملين العراقيين فيها، فهي لا تعمل بموجب القانون العراقي إنما على وفق مصلحتها. وإلا ما معنى استمرار العمل في حرارة تتجاوز نصف درجة الغليان بعشر درجات في حقول البصرة والرمالة وغرب القرنة، فيما تعلن جهات عالمية عن رفع الراية البنفسجية التي تحرم أو تحرم العمل في الظروف بالمناطق هذه. وواضح جدا أن الجهات العراقية ووزارة النفط واللجان المختصة في البرلمان وكذلك لجنة النفط والغاز في المجالس المحلية غير معنيين بحياة العمل وحياة العامل العراقي تحديدا، وكثيرا ما يتظلم العاملون من تعسف من قبل مديري الشركات وتجاوزهم لوائح القانون العراقي في الأجور والطعام والخدمات، وفي الوقت الذي يتمتع فيه العامل الأجنبي وإن كان عاملا في المطبخ بأفضل الأجور والخدمات. نتابع. تشير بيانات لجنة النفط والغاز النيابية إلى تجاوز عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية حاجز 100,000 عامل، وتؤكد أيضاً على عدم التزام الشركات بتشغيل الأيدي العاملة وأنها تتلاعب بقانون تشغيل العراقيين، فيما يتحمل العراق المبالغ الخيالية في تأمين الرواتب المرتفعة والطعام الخاص بالعمالة الأجنبية. ومن غير المعقول أن تظل شركات الحماية الأمنية عاملة وبهذه الكلف المرتفعة لصالح عامل خدمة صيني أو باكستاني أو فلبيني، فيما يعامل العراقي بأسوأ المعاملات ويحرم من أي امتياز يستحقه مع أنه صاحب الحق في العمل والتصرف والقرار. ولم نسمع عن مسؤول عراقي التقى بمجموعة من العاملين العراقيين في الشركات الأجنبية وسألهم عن أحوالهم أو استجاب لمطالبهم، حتى لا يظن هؤلاء بأن فقرات جولات التراخيص تتضمن إذلالهم وفقرهم، ما يحدث هناك شيء ينذر بالخطر. وإذا استمر إهمال الحكومة لهذا القطاع الحيوي المهم فسيكون وصمة عار تلحق المسؤولين فيها. إلى صحيفة العربية الجديد التي نشرت مقالا بعنوان هل ينجح نتنياهو في إفشال جولة المفاوضات الحالية، للكاتب حسن نافع، جاء فيه: صاغت حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أيام ردها على التعديلات التي كانت الإدارة الأمريكية قد اقترحتها أو اقترحت إدخالها إلى الخطة التي طرحها الرئيس بايدن نفسه في 31 من أيار الماضي. ولأن إدارة بايدن وصفت هذا الرد بأنه إيجابي ويمكن البناء عليه، فقد بدأت عجلة المفاوضات تتحرك من جديد مشيعة
أجواء من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل فعلا إلى اتفاق لتبادل الرهائن يفضي إلى وضع نهاية فعلية لحرب تعد الأطول والأكثر دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ساعد على ترسيخ تلك الأجواء التفاؤلية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على إرسال وفد للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات. نتابع. ما إن بدأت العجلة تدور حتى صدر من مكتب نتنياهو فجأة بيان يتضمن شروطا جديدة لوقف إطلاق النار، فقد اشترط أن يتيح الاتفاق إمكانية العودة مجددا إلى القتال أو أن يتضمن آليات تضمن عدم تهريب الأسلحة عبر الحدود وتمنع عودة المقاتلين إلى شمال القطاع وتسمح بعودة أكبر عدد ممكن من المحتجزين خلال المرحلة الأولى من المفاوضات. وقد اعتبر مراقبون ومسؤولون بمن فيهم شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية أن إصدار مثل هذا البيان يؤكد إصرار نتنياهو ليس على إفشال جولة المفاوضات المقبلة فحسب، وإنما تحدي الرئيس بايدن شخصياً رغم كل ما قدمه له من دعم سياسي وعسكري، ولأن بايدن سعى إلى الضغط على حماس وتحميلها المسؤولية كاملة عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فمن الواضح أنه تصعب عليه مواصلة النهج نفسه بعد صدور هذا البيان الذي يؤكد بصورة قاطعة أن نتنياهو هو المسؤول الأول عن وضع العراقيل أمام المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. فإلى متى يستطيع نتنياهو مواصلة مناوراته التي تستهدف تخريب المفاوضات؟ وما العواقب التي يمكن أن تترتب عن نجاحه في إفشال جولتها الحالية؟ وهذه انتقالة إلى صحيفة الشرق الأوسط، نقرأ فيها مقالا بعنوان هل اقترب السلام؟ للكاتب فيصل محمد صالح. نقرأ فيه: لم تتوقف رغبات وأماني الشعب السوداني في وقف الحرب في التعبير عن نفسها بالوسائل كلها، مع أنها ظلت أمنيات معلقة في السماء، لكنها وجدت في الأسبوع الماضي بعض المؤشرات التي قد تؤدي لتحقيق هذه الأمنيات. فقد تكاثرت الزيارات واللقاءات في العاصمة المؤقتة بورت السودان من مسؤولين أجانب، كما نشطت اللقاءات السودانية السودانية خارج السودان، وتغيرت لهجة كثير من أنصار استمرار الحرب لتظهر دعوات السلام والمصالحة. ففي خلال الأسبوع الماضي استضافت القاهرة لقاء بين القوى السياسية المدنية، جمع للمرة الأولى ممثلي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية مع الكتلة الديمقراطية المساندة للفريق البرهان والجيش، بجانب بعض المجموعات الأخرى وبعض السياسيين المستقلين. نتابع. رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد زار بورت السودان للقاء الرئيس البرهان، حاملاً أفكاراً جديدة من الاتحاد الإفريقي لوقف الحرب في السودان. فإن التحركات الإفريقية الأخيرة كلها تسير في الاتجاه نفسه، وربما تقود لإنجاح مساعي لقاء البرهان حميدتي. كما زار بورت السودان نائب وزير الخارجية السعودي الذي حمل دعوة لقيادة الجيش لاستئناف المفاوضات في منبر جدة. وفي الأسبوع نفسه انعقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا، وهو يدخل أيضا في حسابات تصاعد الحراك المؤدي لوقف الحرب. وتكاثرت أيضا التصريحات التي تدعو للسلام من كثير من القوى السياسية والشخصيات التي عرفت بموقف متشدد يطالب باستمرار الحرب. توافق ذلك كله مع حالة إنهاك واضحة لطرفي الحرب. هناك طريق شاق ينبغي أن يتم قطعه، ومراحل صعبة وعقبات كثيرة وانقسامات وتناقضات ستظهر داخل كل طرف من طرفي الحرب، كما ستظهر تناقضات في المصالح الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المواقف المختلفة. لكن يجب اعتبار ذلك كله من العقبات والصعوبات المتوقعة، وهو الثمن الصعب للسلام، لكنه على كل حال من الأحوال أقل تكلفة من ثمن الحرب.
إلى الرسوم الكاريكاتورية. إلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور يتحدث حول تمكن الطالب الفلسطيني أنس القانوع من مناقشة رسالة الدكتوراه من داخل منزله المدمر، حيث وقف متسلحا بالعلم ومتحديا القصف الإسرائيلي المستمر لأكثر من 9 شهور على قطاع غزة، مصرا على إكمال دراسته. هذا وجلس القانوع أمام جهاز الحاسوب الخاص به بمخيم جباليا شمالية قطاع غزة في إحدى الغرف التي استصلحها من منزله لمناقشة رسالته التي كانت بعنوان تصنيع أسلاك الفضة النانوية واستخدامها في تصنيع مجسات الأشعة فوق البنفسجية. وفي ماليزيا كان أساتذته من جامعة العلوم الماليزية USM يناقشونه، حيث أتاحت الجامعة له فرصة المناقشة عن بعد بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا ولم يكن القانوع وحده من ناقش رسالة الدكتوراه، فقد ناقش العديد من الطلاب بحوثهم ورسائلهم من قطاع غزة في زمن الحرب. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. قاعد في خيمتي بأمان الله، اللي هم كل الخيم اللي ورا والعمارة هذه انضربت، وفجأة منجري طلعت تحت بالعافية من تحت الخيمة، وجينا بين الشوارع انضرب، ضلوا يضرب شغال، وجينا على راس الشارع اللي هو انضرب راس الشارع، جينا نجري كل الشارع جثث وأشلاء. هذه هي اللي نتنياهو اللي بده اياها، المناطق الانسانيه اللي بحكي عنها مناطق انسانيه، فيش عنده منطقه انسانيه ولا منطقه امنه. قاعدين انا وامي الحجه عندي واولادي وحاطين السفره هان، لسه بنقول بسم الله ما لقيلك الا هالبومبه نازله برميل، ما تقول الا 10 طن نازل. فجاه لقيت حال الخيمه، كل الخيمه تبعتي فوقيه تحت الركام، كل الخيم واقعه، الاشلاء في كل مكان، الجثث في كل مكان، نسوان كبيرة مسنة مرمية على الأراضي ملقاة، أطفال صغيرة مقطعين. حسبي الله ونعم الوكيل حتى من العربية، حسبي الله ونعم الوكيل في العرب قبل إسرائيل. أولادنا أشلاء متقطعوا حرام، ولدي قلب بسط عني شلقيه، ولدي مكفي شايل مكفي. إلى اللقاء. We'll be right back.